عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا نقول لكم صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين. فيديو جديد اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم واحد الخريجة راح تحبوها ان شاء الله باذن الله. راح نضرب لكم واحد الدوره. هذا النهار راني انا الاولى اللي نايضه بكري، راح نتقهوى في خاطري، هما مازال ما ناضوش، كان الويكاند وراح نخرجوا ان شاء الله. راني يعني ماشيه بعض المحلات، وفي نفس الوقت راني يعني رايحه لاستوريا باش نجيب التمر الجزائري دقلة نور. راح ناخذكم معايا نضرب بكم دوره، وراح ندخلكم بعض المحلات هكذا باش تغيروا شويه جو وتشوفوا الاثمنه او كل ما هو جديد، ما تروحوش بعيد. لكن قبل ما نبدا الفيديو حبيت نحكي لكم على الحل تاع الامساك اللي عندهم امساك نتوما ولا مام وليداتكم صغار. راح نشارك معكم درك واحد العصير برون جوس، يعني عصير تاع البرقوق الاحمر، هو اللي يعطي نتيجه مباشره. هذا هو راح يبان درك، فوالا كما راكم تشوفوا برون جوس 100%. تقدروا تاكلوا البرقوق ولا البرقوق، كل واحد كيفاش ينطقوا، المجفف ولا يكون عصير ينباع برك بدولار. من الاحسن تشربوه الصباح على الخوا، يعني ضربه بجره، نتيجه مضمونه 100%، يعني احسن من الدواء تاع الطبيب عن تجربتي الخاصه. راح نجاوب كذلك بعض الاخوات اللي سأصاوني بزاف بزاف في الفيسبوك، في الانستغرام، في اليوتيوب، على كيفاش راكي تعملي هذه في التلفزيون. روحوا يا البنات برك الى اليوتيوب وكتبوا فاير بلايس، راح يطلع لكم كل وحده وشحال فيها، كالي فيها ساعه، كالي فيها ساعتين، كالي فيها 5 10، وانت اختاري اللي راكي حابته وطلعيه في التلفزيون ديالك. برك التي في لازم يكون سمارت، واذا ما كانش سمارت روحي اللي يبيعوا صوالح تاع الكترونيك وشري واحد الاي اس بي، يعيطوا الى جوجل كروم وتلص ايه هو اي اس بي، التلفزيون ديالك يولي سمارت وتولي تفرجي اي حاجه من اليوتيوب، طلعيها مباشره في التلفزيون وتفرجوا. يعني الطريقه سهله مهله. ودوك راكم تشوفوا هنا كنت في البرودواي، ما صورتش بزاف في البرودواي، مشيت شي بعد دوك من بعد نوريكم واش شريت من البرودواي. ومن بعد راح المحلات كما مارشال وتاجي ماكس وبلا وفايف اللي كان عنده اشياء مليحه مليحه مليحه. المهم نخليكم معايا ورانا نطلعوا من بعد ان شاء الله. Thank you.
كذلك وتحكيت لكم عليها مرة اللي فاتت ورجعت له مرة ثانية، وهو فافبيلا اللي عنده الأثمنة هايلة بزاف بزاف بزاف. الأغلبية كامل ما تفوتش 5 دولار، ممكن المحل 99% ما تفوتش 5 دولار. برك شي سوالح خفاف، أنا أصلا هذا النهار شفت وقيلة 3 ولا 4 سوالح اللي كانوا ب10 دولار، واحد الطابلة باسكو طابلة ب10 دولار وحاجة واحدة أخرى. وإلا كما راكم تشوفوا كل شيء ب1 دولار، يعني 1 دولار، 2 دولار، 3 5 دولار، يعني كلش رخيص. نخليكم تكتشفوا معايا وتشوفوا هذا المحل كامل واش فيه، ورانا نطلعوا من بعد ان شاء الله. صراحة كليت التمور، لكن نحب التمور الجزائرية دقلة نور كما راكم تشوفوا. شريتها من بالنسبة لبنات تاع البيرج على بالي بلي كملكم روحوا الأستوريا، هذا المحل اللبناني كاين، هذاك اللي كان محل بكري تاع زمان جزائري وراه في بلاصتو واحد اخر، هذاك ما بقالوش، ممكن يكون جاب من بعد، لكن هذا مقابل الغستون تاع الطنجاوي انفاس ليه لبناني، راه عنده ما شاء الله. الأثمنة الكبير شريتو 11.99، وهذاك الصغار حتى هو روعة روعة روعة، هذاك اللي شريه غير من هنا من السوبر ماركت قدامي، نشريه برك ب6 دولار.
المهم حبيت نشارك معكم بالنسبه للاخوات اللي راهم يحوسوا عليه، روحوا الاستوريا وراكاي ما شاء الله كامل هذوك لي ستور، واحد دول ادخل عندهم كميه كثيره. وثاني قبل ما ننسى حبيت نشارك معكم هذا الزيتون، زيتون متمر، احنا صحاب الغرب نسموه زيتون متمر. هذه النوعيه ممتازه، شريتو برك 3.99 دولار، تجبروا حتى هو عند هذا المحل اللبناني، وراه موجود حتى في تراتفار. يا البنات غير شروه وما تندموش، وكانكم راكم تاكلوا في التمر تاع البلاد، هايل بزاف بزاف بزاف. دوك نمشيو للستور تاع بلو فايف، ومشريت لي شريتها من عنده، شريت هذه الكاربيت اللي شفتوها في الفيديو من اروع ما يكون، صراحه روعه، حسيت باللي فيها ريحه البلاد، الكاليتي مليحه بزاف بزاف. وحاجه اللي عجبتني فيها تكون بعد نوريها لكم، نوليو هنا شريت سنيكرز الكاميليا، هذه شريتها من برلينتون ب 25 دولار، صراحه البخي هايل، يعني اذا مشيتوا لنايك تخلصوها ب 50 دولار، راكم عارفين برلينتون ومارشال يجيبوها يجيبوا لي 50%، يعني رخاص، والحمد لله كانت كاينه اخر وحده والصيصه بنتي، يعني الحمد لله كتبت لها. نوليو الزربيه ديالنا، شوفوا يا البنات كبيره ما شاء الله برك ب 5 دولار، يعني باطل كبيره ما شاء الله، وعجبتني الكاليتي ديالها، يعني ما تلمش الوسخ وما تلمش هذاك الصوف والشعر ما تلمش، وتقدروا تغسلوها حتى في الماشينه لابيد ومن بعد تشوفوا الكاليتي ديالها، وخفيفه والديسان ديالها عجبني صراحه، مليحه مليحه حتى الدراري في الدار يقعدوا عليها، تمشيو كاش باك تعبيوها معاكم، يعني شوفوا البنات هايله. اذا عندكم هذا المحل غير روحوا، عجبوني بزاف الزرابي اللي عنده، شوفوا البنات يعني الموديل تاع زمان، فكرني ب هذوك التقليديين تاع زمان اللي كانوا يعملوهم، شوفوا البنات ما شاء الله، يعني البخي واو توب. ما تنساوش كالعادة لايك، يعني نتمنى يكون في البداية هكا باش ما تنساوش، وتبارطاجيو الفيديو مع الأهل والأصدقاء، وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. ومع اليوم نقولكم غير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألقاكم في فيديو آخر إن شاء الله، سلام.